كرواسون بالتفاح، دي وصفه ان شاء الله تحبوها جدا. عندي هنا تفاحتين مقطعاهم مكعبات صغيره، انا جبت الاصفر عشان حتى ما اقطعش اقشر، مش عايزه اقشرها، هي زي ما هي كده كويسه قوي. تفاحتين مكعبات صغيره بالشكل ده. عندي ممكن ناخد مثلا معلقتين كبار من الزبده وعليهم نص كوبايه من السكر وقرفه، ده الحشوه. العجينه عباره عن 3 كوبايات من الدقيق، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره من السكر، رشه الملح، فانيليا، بيضه، برده نص كوبايه هنا من الزبده. ماشي؟ تمام. وهحطها على وشها الزبادي. هنيجي هنا كده بسخن دي طاسه، هحط نص كوبايه السكر، حشوه بقى نص كوبايه السكر، واسيبها تلون. خلاص؟ بعد كده معايا التفاح ومعايا الزبده ومعايا القرفه موجودين. اروح للعجينه، 3 كوبايات دقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه كبيره سكر او زياده شويه، معلقه كبيره خميره، فانيليا، رشه ملح، نص كوبايه من الزبده، نص كوبايه من الزبده، بيضه. هي الزبده مسكت شويه من درجه الحراره احنا فيها دي. ادي كده الايه، السكر وعليه الزبده، هو بس انا عايزاه الاول معايا يديني لون المكرمل ده. معلقتين كبار من الزبده كده عليها، ومعاها التفاحتين على طول مقطع صغير. انا عايزه اسوي التفاح، ادبله شويه، واقلب بقى كده شويه لغايه التفاح ده ايه، وطبعا هيستوي بسرعه قوي، انا مقطعاه صغير جدا جدا. بس هي زي كده الحشوه، خليها شويه بس على النار تستوي. وهنا ممكن نحط شويه لبن او ميه. لسه قلت لك عشان تجري بس، برضو الزبده مش ماسكه نفسها. ممكن احط على فكره لبن او ميه، صارت عندي حبه لبن قلت ايه احطهم. ماسكه نفسها كده، معقوله جدا. ماشي الحاجات دي. معانا ايمان، اهلا وسهلا يا ايمان، يا ايمان، يا إيمان، يا إيمان. أهي كده، أرش بقى خلاص كده، خلاص هرش شوية قرفة، أطلعها على النار علشان أنا برضو ما تسيبيهاش لما تنشف. شوية قرفة كده صغيرين، دي رايحة حلوة. حاضر، أقلبهم كده فيها وأسيبها تبرد شوية. وادي كده العجينه برضو، هناخد طبعا الخمرانه، هي العجينه زي ما انتم شايفين اهي بالشكل ده اهي. لسه فيها شويه زبده، بص برضو زبده لسه فيها طبعا، عجينها كده لغايه ما تروح زبده منها خالص، واسيبها تخمر. طبعا انا كده فارده العجينه اللي خمرتها، عجينه الكرواسون اللي خمرتها. طبعا الكرواسون السريع انا بفردها قوي كده. ماشي، باجي هنا بقى كده وابدا، انا عملتها زي الدايره كده، اقسم اول كده بالطول وبالعرض، وبعدين اخد كده، اخد كده، تمام كده بقى كلها قد بعضها. اقسم تاني، اخد من النص دي للنص اللي قدامها، طبعا بسكينه او بالعجله دي، ماشي اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان تكف عشان شكلها قليلة. ده التفاح المكرمل اللي كرملته بنص كوباية سكر، خليت لونها بقى بني شوية، ما حرقتوش قوي. بعد كده نزلت عليها معلقتين من الزبدة، ورحت منزلة عليهم تفاحتين الصغيرين، حطهم تفاح أصفر، تفاحتين مقطعين صغير. وبعد كده قلبت لغايه مساح الكراميل تاني، وبعدين رحت حاطه رشه قرفه، وخلاص على كده، ده كده التفاح المكرمل. وبعد كده بوزع، فردتها بعد ما خمرت، بعمل العجينه اسيبها تخمر. بعد كده بنبدا بقى ناخد كده
بسم الله الرحمن الرحيم. وايه بص نلف كده، ناخد الحرف نلفه كده اهي، بص شكلها كده بالشكل ده كده، نمشي كده بالراحة خالص، ناخد الحرف. وممكن عشان الحرف ما ايه ما يطلعش معاكي بتنيميها على الحرف كده، بتنيمي خلي الحرف لتحت ماشي اهي بالطريقة دي. ماشي نجيب صينية، خلي الحرف لتحت علشان ايه ما يطلعش ايه سند الحرف ما يطلعش فيه الخبزة تلاقيها ايه فردت لفوق كده.